Salam alaikum, Makom Ayoub Ofdi, prof en réseau informatique en BTS et aussi spécialiste en réseau de télécommunication. Donc, le jour, Inch'Allah, il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne, Inch'Allah, de la formation qui m'a donné de Cisco, de CCNA. Donc, le jour, Inch'Allah, il y a une nouvelle notion de base sur les réseaux informatiques. Donc, il y a une personne qui entre dans le domaine des réseaux informatiques. Donc, il y a une chose les technologies ou les services ou les cours les professionnels, il faut savoir les bases de ce réseau informatique. Donc, on va faire le cours des notions de base du réseau informatique, beaucoup de notions ou beaucoup de définitions qui vont vous donner la base pour que vous puissiez le parcours de votre dans le domaine du réseau informatique. Donc, le cours, Inch'Allah, ou la vidéo va être sur la définition du réseau informatique. اشنا هو هذا الريزو انفورماتيك دونك كما كنعرفوا بان الشركات ديال الكونستركسيون ديال لي ماشين دونك بانوا تعدوا وهكا كيخلي ان كل شركه تصنع واحد البي سي خاص بها بواحد المواصفات بواحد ليسبري ديال الكونستركسيون خاص بها دونك مثلا الشركه ديال اش بي كتصنع دي بي سي خاصين بها في لا كونستركسيون الشركه ديال كومباكت مثلا كتصنع دي بي سي خاصين بها بالليسبري ديالها ديال الكونستركسيون لينوفو حتى هي اي اسير حتى هي هادشي شنو كيخلق هادشي كيخلق ليا واحد المشكل او نيفو ديال لا كومونيكاسيون دونك ملي الشركات بداو كيشريو هاد لي ماشين هادو دونك ولا كل شخص كيخدم البي سي ديالو ولكن كيبقى محصور في هذاك لا ماشين ديالو يعني الخدمه ديالو كامله كتبقى محصوره غير ليه هو ما يقدرش يخرج هذيك الخدمه على برا وما يقدرش يجيب واحد الخدمه ديال اون اوتر بيرسون خدامه معاه لا ماشين ديالو وهذا هو المشكل اللي خلانا ان الريزو انفورماتيك يبان دونك المشكل قلنا في لا كومونيكاسيون وهذا الشيء خلى ان الناس يتوصلوا لواحد الحل هو انهم غيديروا دي ليزون اوتر اونتر ديزولي هاد لي ماشين باش يخلقوا واحد لا كومونيكاسيون اونتر هاد لي بي سي وهكا غتولي الشركه واخا غتشري دي بي سي ديفيرون ولكن واخا هكاك لا كومونيكاسيون غتكون دونك الاهميه ديال لي ريزو انفورماتيك نهار الاول اللي درت pour établir une connexion ou une communication entre différentes machines. Donc, on va noter cette question. Donc, le premier objectif du réseau informatique est lier les machines. Donc, cette liaison est en train de se faire les supports de transmission. اوف دي فيديو جايين ان شاء الله غنشوفوا هاد شنو هما السيبور دو ترانسميسيون وشنو هما لي تيب دو سيبور دو ترانسميسيون دونك اي حاجه كتربط ليا دو ماشين كتسمى سيبور دو ترانسميسيون دونك لي لي ماشين بار دي سيبور دو ترانسميسيون صافي دو ترانسميسيون دونك قلنا هذا هو الاوبجيكتيف الاول مي ابري بان واحد لوبجيكتيف اخر اولا واحد بروبليم اخر دونك باغ اكزومبل غندوي على واحد اكزومبل باش نفهمو اكثر دونك باغ اكزومبل انا كديريكتور ديال واحد الشركه عندي 100 بيرسون خدامين في الشركه ديالي وهاد الشركه شاك بيرسون عنده في الترافاي كوتيديان ديالو انه كيبغي يدير لامبريسيون ديال دي فيشي دونك شاك بيرسون يوميا كيبغي يطبع لي فيشي ديالو دونك باش انا نقدم هاد السيرفيس للناس اللي خدامين عندي تو سامبلومون عندي اون سول سوليسيون كنظن بانكم عرفتوها دونك لا سوليسيون هي ان شاك بيرسون نشري ليه واحد الامبريمونت خاصه به وهكا غنكون قدمت هاد السيرفيس لكاع لي بيرسون اللي خدامين ولكن واش هاد لا سوليسيون بارفي غنقولوا بان نو ماشي بارفي علاش حيت لو بودجي ديال الشركه ديالي غنضيعو في الماتريال الا جيت نشري 100 ماتريال امبريمونت دونك هكا غنكون ضيعت لو كو ديال سميتو دونك هذا كيتسمى لو بروبليماتيك ديال لو كو هو البودجي صافقين مزيان دونك لا سوليسيون اشنا هي بانو دي زامبريمونت من غير لي زامبريمونت العاديه اللي كنعرفو اللي كيتسموا دي زامبريمونت ريزون وغنعرفو بان هاد لامبريمونت ريزون راه بحال ام بي سي حتى هي كتعطى لي واحد لادريس اي بي وحتى هي ممكن نديرو لا كومونيكاسيون دونك نقدر انا نحط في الريزو ديالي واحد لامبريمونت ريزون بيان سور وندير لا كومونيكاسيون بار دي سيبور دو ترانسميسيون وهكا غندير لا ليزون مع هاد لامبريمونس مع كاع الناس اللي خدامين دونك هاد لامبريمونس غتكون لي لكاع الناس اللي خدامين في الشركه ديالي وهكا غيكون لي كل شخص اولا كاع لي بيرسون اللي خدامين 100 بيرسون اللي خدامين في الشركه ديالي غيوليو امبريميو اون سول امبريمونس وهكا غنكون قللت عليا البيدجي ديال الماتيريال
وهذا لوبجيكتيف هذا او لا هذه لا سوليوشن كتسمى البارطاج ديال لي ريسورس ماتيريال. دونك نوطيو هذا دوزيام اوبجيكتيف. قلنا البارطاج دي ريسورس ماتيريال او لا ماتيريال. مزيان. دونك من غير هاد لي الكوتي ماتيريال كاين الكوتي لوجيسيال او لا ما يسمى بلي زابليكاسيون. دونك حنا كنعرفوا باننا كوتيديانمون كنخدموا في لي بي سي ديالنا بدي زابليكاسيون. نفس الشيء دونك شركات كيخدموا بدي زابليكاسيون حتى هما. مي انا مثلا في الشركه ديالي كنحتاج واحد لابليكاسيون اللي انا ديفلوبيتها خصيصا الشركه ديالي. واش الا بغيت هاد الناس كاملين هاد 100 بيرسون يخدموا بهاد لابليكاسيون اشنو خصني ندير نورمالمون؟ كنظن عرفتوا لا سوليسيون تراديسيونيل هي انني كل بي سي في هاد في الشركه ديالي يعني 100 ماشين كل ماشين خصني انستال فيها هاد لابليكاسيون. وهاد لا سوليسيون غتضيع ليا الوقت وحتى لوكو. علاش؟ حيت لي لوجيسيال غنعرفوا ان لي لوجيسيال ملتي بوست اللي كي دونك اللي كنشري ليسونس ديالهم بواحد الثمن اللي رخيص وكيخدموا ليه بزاف ديال لي ماشين ماشي بحال شريت لوجيسيال دو تيب مونوبوست اللي كيخدم في اون سول ماشين. والوقت اللي غنضيع في لانستالاسيون ديال هاد لابليكاسيون في شاك ماشين. دونك لا سوليسيون اللي جابتها ليا الغيزو انفورماتيك هي انني كنحط واحد لا ماشين وهذه غنعرفوا من بعد انها كيتسمى سيرفر. حيت علاش؟ حيت ان سيرفور هي واحد الشخص كيقدم واحد الخدمه. دونك داكشي اللي سماو سيرفر. هاد الخدمه اللي يقدم ليا هي واحد لابليكاسيون. دونك غنحط في هاد لابليكاسيون اوتوماتيكمون غندير لا ليزون كما قلنا بار لي سيبور دو ترانسميسيون ديال هاد السيرفور افيك لي ماشين ديال لونتربريز ديالي. وهكا غيولي هاد السيرفور كيديفيزي ليا هاد لابليكاسيون على لي ماشين اون ميم طون. وهكا غنكون ربحت الوقت. دونك لوبجيكتيف او لا لو رول ثوازيام رول اللي كيقدم ليا الغيزو انفورماتيك هو البارطاج ديال لي ريسورس او لا ديال لي زابليكاسيون. صافي le partage des logiciels. Donc هكا غنكونوا خرجنا بواحد الخلاصه علاش جا الغيزو انفورماتيك واشنا هو الغيزو انفورماتيك. دونك الغيزو انفورماتيك سامبلومون هو واحد لونسومبل ديال لي ماشين لي اونتر او افيك دي سيبور دو ترانسميسيون. علاش؟ افان دو بارطاجي لي ريسورس ماتيريو اي لي لوجيسيال. متفقين؟ دونك هكا غنبغيكم انكم منين تدخلوا لواحد البلاصه وتلقاو لي بي سي ماشي سور بلاص تقولوا بهذا راه سي تان ريزو انفورماتيك. لا دونك باش نقول ان هذيك البلاصه سي تان ريزو انفورماتيك خاص يكونوا لي ماتيريال تكون واحد لا ليزون ما بين هذيك الماتيريال وتكون لا كومونيكاسيون ديال هذيك ما بين هذوك الماتيريال ويكون عندي الحق انني نبارطاجي لي ريسورس ماتيريو ولي ريسورس لوجيسيال. دونك كنظن ان هاد لا فيديو هادي غتكون شرحنا فيها او لا غنكونوا شرحنا فيها لونسومبل ديال لا ديفينيسيون او لا سي كوا ان ريزو انفورماتيك. دونك كان معكم ايوب وفدي نتلاقاو في فيديو جديد.